تحية طيبة مشاهدين الأفاضل، مرحبا بكم إلى الحصة اليومية الصحافة. نستعرض فيها معكم كما العادة أبرز عناوين بعض الصحف العالمية والعربية والمغاربية. والبداية من الصحف الجزائرية ومن صحيفة الشروق: مؤسسات وهمية، تلاعب وهدايا بأموال الشباب، القاضي في مواجهة ساخنة مع الوزير السابق، ضيافات شركات الدولة ليست جمعيات خيرية، والأمير يكشف المسطور، المتهم الرئيسي يقول لست فاسدا وبذلت جهدي لتجسيد البرنامج الحكومي، ومدير شركة ألاريم يقول بأننا عملنا بكل شفافية وحافظنا على المال العام، بينما مدير أناد يقول أنجزنا المجسمات بناء على أوامر وزارية. في الشأن العربي، تحريك دول عدم الانحياز أو منظمة دول عدم الانحياز لنصرة فلسطين. وفي قطاع غزة، انعدام مياه الشرب في القطاع بمنزلة حكم الإعدام. ووزارة الصحة الفلسطينية تقول بأن انتشار التهاب الكبد بسبب الاكتظاظ في أماكن النزوح. وكذلك في نفس الصحيفة، مخطط شامل لحماية جامع الجزائر من التهديدات. ومن صحيفة الشروق إلى صحيفة الخبر، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يدعو حركة عدم الانحياز للمرافعة الجماعية لصالح فلسطين، عهد إفلات الاحتلال من العقاب قد انتهى. رياضيا وكغيرها من الصحف الجزائرية، اهتمت بنهائيات كأس إفريقيا للأمم والتي ستجري فيه الجزائر مقابلتها الثانية. في هذه الأثناء تجرى المباراة، وتعنون الخبر: الخضر مباراة القلب، نتيجتها مهمة وستجرى ضد منتخب بوركينا بمشاكس وفي توقيت قاتل. في ذات اليومية، وزير الداخلية يقول بأن هدم البنايات يتم وفق مخطط مدروس بدقة ولا تساهل مع البناء على الأراضي الغابية. وحجز مليون قرص مهلوس في ولايات الوادي، عصابات الإجرام تنشط بكثافة في الحدود الجزائرية الليبية. إلى صحيفة المشوار السياسي التي اهتمت هي أيضا بالشق الرياضي وعنونت في أعلى الصفحة: لا بديل عن الفوز اليوم لاقتناص صدارة المجموعة الرابعة، الخضر يتحدون الخيول في أقصى الظروف، والمدرب الوطني بالماضي يقول بأننا سنقوم ببعض التغييرات خلال لقاء بوركينا فاسو. وأبو غالي في الشأن السياسي يشدد على الدور الحيوي للبلدية ويؤكد الجزائر الجديدة مبنية على رؤية تشاركية. المشوار السياسي اهتمت أيضا بما قاله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول دول عدم الانحياز، وقال بأن زمن لا عقاب ولا حساب قد ولى. عناوين محلية في ذات الصحيفة: وزير التعليم العالي يعلن عن فتح 2000 منصب في 2024، مسابقات توظيف في الجامعات الجزائرية قريبا. ونوه بالأدوار البطولية للصحفيين الفلسطينيين، العقاب يشدد على العقلانية في التعامل مع الذكاء الصناعي، ومحاكمة شعيب ألطاش للمرة الثالثة، وإقرار كفالة ضمان للتأكد من إعادتها لحالتها الأصلية، تدابير جديدة لإنهاء تخريب المقاولين للطرقات. إلى صحيفة الوسط، من خلال قرار جدولة ديون المستفيدين من القروض، الحكومة تراهن على إحياء مؤسسات أنساج. ودعت إليها الجزائر من أجل غزة إعادة تفعيل دور المجموعة المصغرة لدول عدم الانحياز. واقتصاديا، الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية منع توطين عقود النقل وإعادة الشحن أو العبور عبر موانئ المغرب، وذلك تنفيذا للقطيعة الدبلوماسية والاقتصادية بين الجزائر والمغرب. وأمام أعضاء مجلس الأمة، كمال بداري يؤكد تسجيل 96 حاضنة أعمال. وبمحكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، محاكمة شعيب ألطاش المتهم باغتيال علي تونسي، قبول الطعن بالنقض من قبل المحكمة العليا، وإحالة الملف للمحاكمة للمرة الثالثة. وفي هذا الموضوع بالضبط، نقرأ مقالا تحت عنوان: السجن المؤبد لشعيب ألطاش المتهم في قضية اغتيال علي تونسي.
أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر حكما بالسجن المؤبد في حق شعيب ألطاش المتهم في قضية اغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي، وجاء الحكم بعد انتهاء المداولات في هذه القضية التي طالب فيها النائب العام بتسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم. وقد تمت برمجة هذه المحاكمة للمتهم ألطاش بعد قبول الطعن بالنقض من قبل المحكمة العليا وإحالة الملف للمحاكمة للمرة الثالثة. ويتابع شعيب ألطاش الذي كان يشغل منصب مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني بجناية القتل العمدي للمدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي بتاريخ 25 فبراير 2010، مع سبق الإصرار والترصد مع حيازة سلاح من الصنف الرابع دون رخصة. وسابقاً سلطت عقوبة الإعدام في حق المتهم بتاريخ 27 فبراير 2017، قبل أن يحاكم مرة أخرى في 5 مارس 2021، حيث تمت إدانته بعقوبة السجن المؤبد. حينها استمعت هيئة المحكمة إلى 20 شاهداً من مسؤولين وإطارات سابقين بمديرية الأمن الوطني، وعقب مرافعات هيئة الدفاع نطق القاضي بعقوبة المؤبد في حق المتهم ألطاش. واتهم ألطاش بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار، وجنحة حيازة سلاح وذخيرة من الصنف السادس من دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا. وشهر فبراير 2010 قتل المدير العام للأمن الوطني الجزائري علي تونسي في مكتبه بمقر المديرية العامة بالعاصمة على يد المتهم شعيب ألطاش. وإلى عناوين بعض الصحف في المغرب وتونس وليبيا وموريتانيا. نبدأ مشاهدين الأفاضل من الصحف المغربية ومن صحيفة المساء. المفتشية العامة للشؤون القضائية تحل بمحاكم مدينة آسفي، تقوم بافتحاص عدة ملفات بمحاكم المدينة. تعليميا، تنسيق تعليمي يرفض الشروط المسبقة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية. و154 إصابة جديدة بكورونا دون وفيات الأسبوع الماضي في المغرب. عربيا، إحباط إسرائيلي من استمرار المقاومة شمال غزة واشتباكات على كل المحاور. وإلى صحيفة بيان اليوم، الحكومة المغربية تصر على مباركة الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات رغم تراجع سعر برميل النفط إلى ما دون 73 دولار. والشرطة تحقق في مصدر الأخبار الزائفة، أنصى وحماة المستهلك يؤكدان سلامة اللحوم الحمراء وصحة القطيع الوطني. ولاسينيساس، صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يبسط إجراءات استقبال ملفات الأمراض المزمنة والمكلفة. إلى الصحف التونسية ومن صحيفة الصباح، خلال رمضان نقص حاد في اللحوم الحمراء وتوقعات بارتفاع أسعارها. واليوم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المحلية. وسنة على حل المجالس البلدية، تحسن النسبي في الأداء ومخاوف من تعطل الانتخابات. وبعد التحاق ألمانيا بفرنسا وإيطاليا، التونسيون أكثر المهاجرين تهديداً بالترحيل. ودوريات أمام المؤسسات التربوية لن تعالج بمفردها ظاهرة المخدرات. رياضياً، اليوم تونس ومالي، نكون أو لا نكون، خاصة بعد انهزام تونس في مقابلتها الأولى. وإلى صحيفة الصحافة اليوم، 105 أيام من العدوان، ارتفاع حصيلة الشهداء واشتباكات عنيفة في خان يونس وجبلية. محليا، في الذكرى 78 لتأسيسه، اتحاد الشغل خير لا بد منه، كما تعنون الصحيفة. ولأسباب إجرائية في علاقة بدستور 2014، حزب مسار 25 جويلية يدعو إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى سنة 2027. وضبطها المنشور الجديد تفاصيل وإجراءات الترفيع الاختباري أو الاختياري في سن التقاعد. كذلك رياضيا، أمام مالي انطلقت التجربة، وضد مالي يبحث عن بداية جديدة القادر في أصعب لقاء كما يقول. إلى الصحف الليبية ومن صحيفة المرصد،
أستاذ الصحة البيئية محمد أبو مليانة يقول بأن ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن يستدعي حلولا جذرية طويلة الأجل. والشهوب وزير المواصلات في حكومة تصريف الأعمال يقول مستعدون لتذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه مصلحة الموانئ والنقل البحري. وحماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان يكلف أقعيم بمراقبة حركة سير شاحنات الوقود والغاز. والصور النائب العام ورئيس مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية يبحث مع رؤساء النيابات التحقق من سلامة سجلات مصلحة الأحوال المدنية. وإلى صحيفة الوسط، ليبيا تنضم إلى دعوة جنوب أفريقيا بقضية الإبادة الجماعية في غزة، بحيث أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي انضمام ليبيا رسميا إلى جنوب أفريقيا في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأضاف المنفي في كلمته بقمة حركة عدم الانحياز في أوغندا أن ليبيا ستنضم أيضا إلى القضية الثانية ضد انتهاكات وممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المزمع عقدها في فبراير المقبل، وفق ما أعلنه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. ورئيس حكومة الوحدة الوطنية دبيبة يوجه بوضع آلية لتنفيذ المشاريع المتوقفة والخدمات العاجلة بمنطقة الدافنية. وتسع 480 طالبا تسليم وافتتاح مدرسة تعليم أساسي في تاجورا. وإلى الصحف الموريتانية، ومن صحيفة الشعب، رسالتان من رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، بينما الوزير الأول يترأس اجتماع المجلس الأعلى للرقمنة واجتماع وزاري لضمان انسيابية حركة المرور في نواكشوط، ولقاء تشاوري حول خطة تشييد المباني المدرسية في ولايات نواكشوط. إلى صحيفة أنباء إنفو، رئيس الجمعية الوطنية البرلمان في موريتانيا يستقبل في الجزائر، بحيث استقبل يوم الجمعة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالعاصمة الجزائر إبراهيم بوغالي نظيره في موريتانيا محمد ولدمكت رئيس الجمعية الوطنية. بيان صحفي صادر عن مجلس الشعب الجزائري أكد أن الزيارة التي تستمر حتى 19 من يناير الجاري جاءت تلبية لدعوة جزائرية، وهي حسب البيان فرصة لتوطيد العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين منذ عقود وبحث إمكانية ترقية التعاون المشترك في شتى الأصعدة وإعطائه دفعة إضافية بما يناسب مستوى العلاقات الثنائية. رياضيا، منتخب موريتانيا اليوم أمام أنغولا في كأس الأمم الأفريقية. ونتحول مشاهدينا الأفاضل الآن إلى استعراض عناوين بعض الصحف العربية الدولية. نبدأ من صحيفة الزمان، قصف أمريكي على الحديدة بغرب اليمن، اتصالات مصرية مع الحوثيين، ورئيس قناة السويس يصرح لصحيفة الزمان خسرنا 40% من مواردنا، و25 ألف ضحية والولادات 20 ألف طفل في غزة. الرئيس الأمريكي بايدن يناقش مع نتنياهو آخر التطورات ومفاوضات روسيا مع حماس. وروسيا منزعجة من دور فرنسا في أوكرانيا، تدمير مستودع النفط روسي، وباكستان وإيران تتفقان على التهدئة، ومباحثات أمنية بين المغرب وإسبانيا. أوروبيا، ألمانيا تخفف شروط الحصول على الجنسية، ووزير ماليتها يقول بلدنا ليس رجلا مريضا. إلى صحيفة الشرق الأوسط، باكستان وإيران تتبادلان السفراء بعد الضربات. إسلام أباد حظت طهران على تعاون أوثق في القضايا الأمنية. في ليبيا، محتجون يواصلون تعطيل الشرارة، الدبيبة يلجأ إلى الأمن الداخلي لحماية حقول النفط الليبية. والدولة تفاقم التباعد بين بايدن ونتنياهو، قصف على غزة ومواجهات في الضفة واستهداف حوثي لسفينة أمريكية. ووسط حديث عن عملية برية واسعة محتملة، تصعيد تركي في الشمال السوري. وفي الشأن السوداني، حمدوك وقائد الدعم طرح رؤيتهما لوقف الحرب للمرة الثانية، إيجاد تدعو للقاء البرهان وحميد.
وإلى صحيفة العرب، صدام محتمل بين الحركات المسلحة يخلط أوراق شمال دارفور في السودان. تباين مواقف قيادة القوات المشتركة يمهد الطريق لصراع جديد. معظم الحركات المسلحة تعاني من ضعف قدرتها القتالية، غير أن توفر السلاح يجعل حدوث صدام وارداً. وفي عنوان آخر، في ذات اليومية، الجزائر تفتح الأبواب للاستثمار الأمريكي بعد رفض انضمامها إلى بريكس. الجزائر تسعى لتوظيف عروض الاستثمار لإقناع الأمريكيين بأنها جادة في تغيير موقفها من تحالفات الشرق. كما تعنون العرب، بوريل يكشف المعروف، إسرائيل مولت حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية. كلام جوزيف بوريل يزيد الضغوط على نتنياهو الذي يعارض إلى حد الآن أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب. أما الآن فإلى عناوين بارزة في بعض الصحف الغربية، بداية من صحيفة نيويورك تايمز التي عنونت انقسامات تظهر في إسرائيل بشأن حرب غزة، بحيث طالب المتظاهرون باتخاذ إجراءات لتحرير الرهائن. وانتقد وزير الحرب الإسرائيلي الحملة العسكرية، واستبعد رئيس الوزراء حل الدولتين. وحث الرئيس بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية، والتي يرفضها نتنياهو. محلياً، ترامب الرئيس السابق يزعم أن الحصانة تمتد حتى إلى الأفعال التي تتجاوز الحدود. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ أن دونالد ترامب يتخذ موقفاً ذهب إلى أبعد من ذلك الذي اتخذه محاموه في المحكمة بشأن نطاق الحصانة من الملاحقة القضائية التي يجب أن يتمتع بها الرئيس، وقال إن الرؤساء الأمريكيين يستحقون الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية حتى على الأفعال التي تتجاوز الحدود، معتبراً للمرة الثانية هذا الأسبوع أن صاحب أعلى منصب في البلاد يجب أن يظل فعلياً بعيداً عن متناول أيديهم ويقصد القضاء. وإلى صحيفة لوفيغارو الفرنسية، محلياً، الأمر لا يطاق، لم يعد بإمكاننا كسب لقمة عيشنا من عملنا. هذا ما قاله المزارعون الغاضبون الذين ينشرون حركتهم في جميع أنحاء فرنسا بدءا من أوكسيتاني لتنتشر في جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع الإعلان عن تظاهرة وطنية منتصف الأسبوع المقبل. وكذلك في نفس الصحيفة، جزء كبير من الجبهة الوطنية هم وكلاء لروسيا يتهم سيباستيان ليكورنو، بحيث ندد وزير القوات المسلحة على قناة فرنسية بالجماعات السياسية التي تطور معادات أساسية لأمريكا والتي تنتهي في نهاية المطاف بإرباك موسكو وواشنطن. وإلى صحيفة التلغراف البريطانية، منح مهاجر القنوات الحق في العمل في المملكة المتحدة، بحيث تم منح مهاجر القنوات الحق في العمل في قطاعات تشمل الرعاية والبناء والزراعة، ولا يزال بإمكانهم الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى إعانة الدولة بموجب مخطط وزارة الداخلية. وسمح لنحو 16 ألف طالب لجوء، بما في ذلك أولئك الذين عبروا القناة في قوارب صغيرة بالعمل إلى عام واحد، وفقا للبيانات التي تم الحصول عليها بموجب قوانين حرية المعلومات. ونستعرض معكم مشاهدين الأفاضل الآن بعض التدوينات لهذا اليوم. بداية من تغريدة السيناتور الأمريكي رئيس لجنة بمجلس الشيوخ بيرني ساوندرز الذي غرد: سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن الولايات المتحدة متواطئة في الكابوس الذي يعيشه شعب فلسطين بينما نتحدث. وبصراحة أجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونغرس لوضع حد لهذه المعاناة ومعالجة هذه الكارثة الإنسانية. وإلى تغريدة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي غرد: لقد ناقشت أنا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وقمنا بمراجعة التحركات الرامية إلى زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين مع مواصلة الضغط العسكري على حماس، وشددت على مسؤولية إسرائيل في حماية المدنيين.
وإلى تغريدة المستشار الألماني أولاف شولتز الذي غرد: يتعين علينا أن نستمر في تقديم الدعم الكبير والمستدام لأوكرانيا في حربها ضد الحرب العدوانية التي تشنها روسيا وفق قوله. وأنا أتفق مع نظير البريطاني ريشي سوناك الذي تحدثت معه عبر الهاتف عن الوضع في أوكرانيا هذا المساء. وإلى تغريدة الدكتور علي القرداغي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي غرد: المعبر والوفد والمساعدات والموانع. إلى الذين يسألون عن سبب موانع دخول وفد الاتحاد إلى غزة مع المساعدات جوابي: معاذ الله أن يكون تهاونا أو تقصيرا، لكن الأمر معقد ولا يمكن تجاهل القيود والتدخل الدولي وحساسية المشهد. ومع ذلك فالسعي مني جاد للوصول إلى غزة، ولكن ذلك يتطلب وقتا وجهدا إضافيا. أرجو من الجميع فهم الظروف الصعبة التي تواجهنا والتحديات التي نواجهها في محاولة الوصول إلى فتح المعبر. نحن نعمل بكل جدية وإصرار لتخطي هذه الصعوبات والوصول إلى غزة في أقرب وقت ممكن. القضية قضيتنا ومصابهم مصابنا. وإلى تغريدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الذي غرد: إن الظروف المعيشية غير الإنسانية في غزة، بالكاد توجد مياه نظيفة ومراحيض نظيفة وإمكانية الحفاظ على نظافة المناطق المحيطة ستمكن من انتشار التهاب الكبد أي بشكل أكبر، وتسلط الضوء على مدى خطورة البيئة على انتشار المرض. وبعد هذه التدوينات أعزائي المشاهدين نختم بهذه الرسوم التعبيرية، وبها أودعكم على أمل لقياكم في مناسبات قادمة. دمتم بخير والسلام عليكم.